شرع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى العاصمة السنغالية داكار في زيارة عمل للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث كان في استقبال الوزير كلا من حافظ الأختام وزير العدل السنغالي إسماعيل ماديورفال إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.